لا أعلم لماذا أحس بأني كنت في هذا المكان من قبل. نعم، أنا متأكد من ذلك، هذا المكان زرته من قبل. هل صادف في يوم من الأيام أن شعرت بأنك عشت لحظة معينة وأنك مررت بذلك الموقف بأدق تفاصيله، لكن متى وأين وكيف لا تعلم؟ في الحقيقة تقريبا جميعنا خاض هذه التجربة، بل إن ثلث سكان الأرض مروا بهذه التجربة، وهي تسمى بظاهرة الديجافي. اليوم في هذا الفيديو سأشرح لكم هذه الظاهرة وبعض أسبابها وبعض الفرضيات التي تحاول تفسيرها. فقبل ما نبدأ لا تنسوا لايك للفيديو، أيضا إن كنت متابع جديد لا تنسى تشترك في قناة مساحة حتى يصلك أي فيديو جديد إن شاء الله، وأيضا لا تنسوا تفعلوا زر الجرس لكي يصلكم إشعار بالفيديو الجديد. ظاهرة الديجافي، هذه الكلمة هي كلمة فرنسية تعني شهد من قبل، أما ترجمتها بالإنجليزية فهي already seen. هذه الظاهرة فعلا ظاهرة غريبة ومحيرة للعلماء إلى حد اليوم، ولا يوجد لها تفسير علمي صحيح ثابت. هذه الظاهرة وهذه الحالة تجعل الإنسان يشعر بأنه عاش أو يحس بلحظة معينة قد أحس بها في الماضي، حتى أنه يحس بأدق التفاصيل وفي نفس المكان ونفس الزمان حتى ونفس الأشخاص، بل أكثر من ذلك قد تعلم ما الذي سيحصل في الدقائق القادمة، وبالفعل يحدث ذلك وكأنها نوع من قراءة المستقبل، إلا أنه في الغالب لا تذكر متى حصل ذلك بالضبط ولا أين. حوالي 60% من الناس التي أجريت عليهم الدراسات يقولون بأنهم مروا فعلا بظاهرة الديجافي، وأكثر الأشخاص تعرضا لهذه الظاهرة هم ما بين 15 سنة و 25 سنة، وتقل هذه الظاهرة كلما تقدم الإنسان في العمر، وتزيد أكثر عند أولئك الذين يميلون للسفر، وأيضا من لهم مستوى عالي من التعليم، وأيضا من يمتلكون الخيال النشط والقدرة على تذكر الأحلام. هناك العديد والعديد من الفرضيات التي حاولت أن تفسر هذا الأمر، سأعطيكم الآن بعض الفرضيات التي تحاول تفسير هذه الظاهرة وتقديم أسباب لها. الفرضية الأولى، الأحلام. كل ليلة يحلم الإنسان بعدد كبير من الأحلام، لكن في الغالب عندما تستيقظ فإنك تبدأ بنسيان هذه الأحلام واحدا تلو الآخر، وعندما يحل المساء تكون قد نسيت كل الأحلام، وإن كنت محظوظا ستتذكر حلم أو حلمين كحد أقصى. فتقول هذه الفرضية أن هذه الظاهرة ما هي سوى أحلام حلمت بها ونسيتها، وعندما تمر بمشهد أو حدث أو مكان مشابه تماما لما حدث معك في الحلم تعتقد وكأنك عشت هذا الحدث أو كنت في هذا المكان من قبل. يقول العلماء أن الإنسان عندما يكون نائما تمر عليه لحظات يرى فيها ماضيه ومستقبله، وفي الحقيقة هذا أقرب شيء للرؤية الصادقة التي نعتقد بها، وأيضا الرؤية تختلف عن الحلم. الفرضية الثانية، فصي الدماغ. كما تعلمون الدماغ فيه جزئين، جزء يمين جزء يسار، ولكي يعمل الدماغ بكفاءة عالية يجب أن يعمل كلا الفصين معا في نفس الوقت. لكن الغريب في الأمر والذي تقوله هذه الفرضية أن جزء من الدماغ لنفترض أنه الفص الأيمن يستقبل المعلومة أسرع من الفص الثاني وهو فص اليسار، وهذا الأمر يكون فقط في أجزاء من الثانية، وبهذا تكون المعلومة وصلت أولا إلى الجزء اليمين، أي أنها وصلت متأخرة إلى الجزء اليسار، وعندما تحس بذلك تشعر وكأنك عشت هذه اللحظة من قبل بينما هي وصلت أولا إلى الجزء اليمين، ويكون المخ قد خزنها في الذاكرة القصيرة الأمد، وهذه العملية تحدث خلال ثواني معدودة. لكن رغم ذلك هذه الفرضية لم تعطي تفسيرا كيف للإنسان يستطيع أن يرى أحداثا حدثت في المستقبل. الفرضية الثالثة، تناسخ الأرواح أو reincarnation. هذه الفرضية الغريبة تقول أننا عشنا كإنسان آخر في حياة أخرى قبل أن نولد في هذه الحياة، وبذلك تكون لدينا ذكريات من حياة سابقة لكننا لا نتذكرها، وعندما نمر في هذه الحياة بشيء قد عشناه في تلك الحياة السابقة فهذا يحفز تلك الذكريات. لكن هذه الفرضية تبقى مجرد تخيل وليس لديها أي دليل علمي، ويؤمن بها بعض معتنقي الديانة الهندوسية.
الفرضية الرابعة الذاكرة. يقول البعض بأن المشاعر اللحظية أي المشاعر المؤقتة في تلك اللحظة قد تجذب مشاعر سابقة محفوظة في ذاكرتك، وعندها تحدث ظاهرة الديجافي. وهناك تفسير آخر يقول بأن ظاهرة الديجافي ما هي إلا أحداث عشناها سابقا ونسيناها، وعندما نكون في وضع مشابه لتلك الأحداث فإننا نسترجع تلك الذكريات القديمة. لكن رغم ذلك هذه الظاهرة لا تشرح لماذا نشعر بأننا زرنا مكان رغم أننا لم نذهب إلى ذلك المكان من قبل في حياتنا. الفرضية الخامسة تجربة ما قبل الولادة. يقول البعض بأن ظاهرة الديجافو هي بسبب تجربة ما قبل الولادة، أو كما تسمى بالإنجليزية pre-birth experience. وتفسير هذه الفرضية أن الروح قبل استقرارها في الجسد تعيش كل لحظة، ولكن ما إن تستقر في الجسد حتى تنسى حياتها السابقة وتبدأ حياة جديدة. وقد تمر ببعض اللحظات أو بعض الأماكن والمشاعر التي تحس بأنك عشتها من قبل ولا تعرف لا متى ولا أين، وقد تكون عشتها في حياة سابقة. ويقول البعض أن الإنسان أثناء نموه في بطن أمه يمر عليه شريط حياته بالكامل ولا يتذكر منه سوى ظاهرة الديجافي. الفرضية السادسة البصر. حسناً، تقول هذه الفرضية بأن إحدى العينين تسبق العين الأخرى في تسجيل الأحداث وترسل الصورة إلى الدماغ أسرع من العين الأخرى، وبعد لحظات قصيرة من وقوع الحادث يخيل لنا بأننا رأينا هذا الحادث من قبل. طيب والأعمى؟ فرضية الأكوان المتعددة Multi Universes. هناك فرضية تقول بأننا نعيش بين أكوان متعددة عددها يصل إلى آلاف المليارات، وهذه الأكوان تحتوي على مليارات والتريليونات النسخ منا، أي أنني الآن كيوسف ربما يكون لدي تريليونات آلاف المليارات من النسخ تعيش في تلك الأكوان وتعيش نفس حياتي ولكن بطرق واختيارات مختلفة. فالمؤمنون بهذه الفرضية يدعون بأن ظاهرة الديجافي يمكن تفسيرها بفرضية الأكوان المتعددة، أي افتراض أنك عشت حياة أخرى في كون آخر من بين آلاف مليارات الأكوان، أي أن تلك اللحظة التي تحدث في ظاهرة الديجافي التي تشعر وكأنك شاهدتها من قبل تقوم به نسختك أنت في نفس الوقت في كون موازي آخر، ولكن تداخل العالمين في لحظة بمعنى أنهما أصبحا في خط مستقيم يجعلك تشعر بما تشعر به نسختك الأخرى في عالم آخر، مما يسبب شعورك بظاهرة الديجافي. طبعا لست مضطرا أن أقول لكم أن فرضية الأكوان المتعددة ما هي سوى خرافة. الفرضية الثامنة ذكريات مختلفة. تقول هذه الفرضية بأن لدينا عدد كبير من الذكريات التي نجمعها في حياتنا، ونجمعها عبر تجارب وأحداث مختلفة، ولكن هناك أيضا ذكريات قادمة من الأفلام والأغاني والكتب التي قرأناها والصور التي شاهدناها. فيمكن أن تكون لدينا ذكريات قوية جدا من هذه الأشياء، وبعد مرور الكثير من الوقت يتم تخزين تلك الذكريات وتلك الأحداث وتلك الصور أيضا في الذاكرة، وبالضبط في الذاكرة الطويلة الأمد. وعندما نتعامل مع شيء مشابه جدا لذلك الفيلم أو تلك الصورة أو ذلك الكتاب عندها تحدث ظاهرة الديجافي. سأعطيكم مثال تقريبي. عندما كنت طفلا قد تكون شاهدت فيلما معينا وفي ذلك الفيلم توجد مدينة، ثم عندما كبرت وأصبحت شخصا بالغا قمت بزيارة تلك المدينة من دون علمك بأنها المدينة التي كانت في ذلك الفيلم. فعندما تزور تلك المدينة ستبدو لك المدينة أنها مكان مألوف وأنك كنت هنا من قبل، لكن لا تعلم متى جئت إلى هنا، أي أن ذلك الشعور جاء من ذلك الفيلم الذي شاهدته وأنت طفل صغير. لكن رغم ذلك هذه الفرضية أيضا لا تفسر أننا نستطيع أن نرى أحداث في المستقبل. ظاهرة الديجافي فيها ثلاث أنواع. النوع الأول رأيته سابقا، وهي أكثر الحالات انتشارا بين الناس بالخصوص بين السن 15 و25، ففي هذه الفترة من عمر الإنسان يكون الدماغ في أقوى حالته ويكون قادرا على ملاحظة والتقاط أي شيء من حولنا وإن كان بسيطا، ورغم ذلك فالعقل يحتفظ بتلك الأشياء في الذاكرة. النوع الثاني
شعرت به من قبل. هذا النوع يختلف عن النوع الأول لأنه في الحقيقة مجرد حدث عقلي وفكري، وفي الغالب لا يكون حقيقيا ولا يكون فيه أي توقع لما سيحدث في الدقائق القادمة مثلا، فقط مجرد أفكار تأتي إلى بالنا ونحس بأننا شعرنا بهذه الأفكار من قبل. النوع الثالث، زرت هذا المكان من قبل. في الحقيقة هذا النوع هو من أغرب الحالات وأندرها، حيث أن الشخص يستطيع أن يشرح لك مكان، تفاصيل مكان، وهو لم يأتي لهذا المكان من قبل في حياته. ولهذا السبب هذه الظاهرة، ظاهرة الديجافو، لم يستطع العلماء حل لغزها إلى يومنا هذا، ولا توجد كما قلت فرضية أو نظرية صحيحة مثبتة 100% لنعلم السبب. فكما ترون رغم التقدم الهائل في جميع العلوم التي وصل إليه الإنسان، لم يستطع إلى حد الآن أن يفسر هذه الظاهرة التي تحدث بالملايين كل يوم. فأتمنى يكون الفيديو أعجبكم وأكون فسرت لكم هذه الظاهرة، لأني أعلم أن بعضا منكم قد شعر بها من قبل في حياته. إن أعجبكم المقطع لا تنسوا لايك، وأيضا لا تنسى تشترك في القناة حتى يصلك أي فيديو جديد أقوم بوضعه في القناة. فأخوكم يوسف، أشوفكم قريبا، والسلام عليكم.